هتعمل ايه بموبايل بشاشه حلوه وكاميرا حلوه لو انت اصلا مش معاك البطاريه اللي تخليك تعرف تستخدمه؟ زمان ما كانش في حاجه اسمها موبايلات هتفصل او الموبايل محتاج اشحنه او محتاج باور بانك او معاك شاحن او جنبك فيشه. زمان ما كانش فيه الحاجات ديت خالص. زمان البطاريه بدون مبالغه كانت بتقعد بالايام، وساعات ممكن تقعد معاك اسبوع عادي. على تطور الاجهزه سنه بعد سنه، التطور دوت كان بيجي على حساب البطاريه، وكل ما الشركات كانت تقدم حاجه جديده فده كان معناه استهلاك اكبر للبطاريه. زمان الموبايلات كانت مثلا 300 ملي امبير 500، يوم ما تعنطزها قوي يعني سامسونج لما كانت بتعمل بقى الجالاكسي ستار والحاجات دي كان مثلا يوصل 1000 1200 1500 اخرها قوي يعني. كنت كده تبقى برنس زمانك يعني. كمان كانت بتتشال، فيوم ما تتزنق قوي يعني وخلاص والعمليه مقزمه معاك ومعكش شاحن كنت ممكن تفك ظهر الموبايل وتحط بطاريه جديده تاني والموضوع خلاص اتحل خالص. على عكس موبايلات دلوقتي البطاريات كلها بقت بلت ان، وبقينا نسمع طبعا ارقام اكبر زي 3000 و4000 وساعات توصل ل 5000 و6000 كمان. طبعا كل ما الرقم دوت يزيد ده نظريا ان المفروض الموبايل هيقعد معاك اكتر. ليه بقى نظريا؟ لان مش شرط ان كل ما الرقم دوت يزيد، مش معنى ان موبايل بطاريته 4000 ده معناه ان هو هيقعد اكتر من موبايل بطاريته 3000. طبعا في عوامل تانية بتحدد الموضوع دوت زي الاوبتمايزيشن بتاع اليو اي ودقه الشاشه، الابديتس، في ابديتس ساعات بتنزل تبطئ البطاريه او تقلل البطاريه، طبعا نوع البروسيسور طبعا بيفرق برده، حاجات تانية كتير بتحدد الموضوع دوت، ودوت مش موضوعنا دلوقتي. نرجع للارقام. طبعا مع زياده حجم البطاريه ده معناه ان وقت الشحن هيزيد، فظهر حاجه اسمها الفاست تشارجنج او الشحن السريع. دي طبعا مسميات تانية كل شركه بتسميه بحاجه تانية، زي مثلا تيربو تشارج، داش تشارج، اكس تشارج، مسميات تانية كل شركه، بس هو مفهوم واحد يعني. المهم ان دي اهم حاجه تخلي بالك وانت بتشتري اي موبايل بساعه كبيره من البطاريه انه يكون بيدعمها، لانك بدل ما تقعد تستنى 3 ساعات ولا ساعتين ونص جنب البطاريه ممكن الموبايل يشحن لك من 0% في ساعه وثلث ساعه ونص. طبعا تبعيات الموضوع دوت كل شركه حاولت تقدم حاجه جديده، انك مثلا هواوي اعلنت عن تقنيه ثوريه قالت لك ان الموبايل هيشحن من 0% ل 48% في 5 دقايق بس، وده بمعدل 10 مرات اسرع من الشحن العادي. بيقولوا ان هم هيبداوا يستخدموها في كل موبايلاتهم وكمان في اللابتوبس او الكمبيوتر او اي حاجه تشتغل بالكهرباء، انها مش هتبقى مقتصره بس على الموبايلات. شركه ثانيه زي ميزو اعلنت عن حاجه اسمها ام تشارج، قالت لك ان الموبايل هيشحن موبايل سات 3000 ملي امبير هيشحن من 0 ل 100 في 20 دقيقه بس، وكانوا عاملين مؤتمر وفعلا كان في بروتوتايب كده تجرب الجهاز والناس كانت بتجرب، الموبايل فعلا كان بيشحن من 0 ل 100 في 20 دقيقه بس. بس طبعا كل دوت مجرد كلام، ولانه كلام مؤكد برضو، بس مفيش حاجه لحد دلوقتي شفناها بتعمل كده في الوقت دوت. يعني اسرع موبايل بيشحن مثلا في ساعه وربع، ده اسرع موبايل فاست تشارجنج يعني. نوع تاني من انواع التطور دوت هو الشحن اللاسلكي. بدل ما تحط مثلا موبايلك بعوجه او السلك يتقطع او السلك يبقى ملمس او يبقى مهزوز او تنسى تحط الفيشه او الفيشه تفصل، الوايرلس تشارجنج بقى هو جهاز باد كده بتتحط بتوصل في الكهرباء، ويدوبك اول ما تحط عليها الموبايل الموبايل على طول بيبدا يشحن. ممكن تحطها جنبك، جنب المكتب، جنب السرير، او اي مكان، مجرد ما تحط الموبايل عليه بيشحن لوحده من غير ما توصله باي حاجه. ومعظم الاجهزه دلوقتي بقت تدعم الخاصيه ديت. مشكلته الوحيده اللي هي مش هتبقى مناسبه مع بعض الناس هي انك مش هتعرف تستخدم الموبايل اثناء الشحن. ليه؟ لانك اول ما بتشيله على طول من الباد اللي هي بيشحن عليها الموبايل بيفصل. وطبعا معظم الناس بتبقى حاطه الموبايل في الشاحن ومسكاه على طول والسلك متوصل بيه. فالوايرلس تشارجنج لو انت حاطط الموبايل على الباد مش هتعرف تستخدم الموبايل. شركات تانية اعلنت عن تشارجنج باد، ودي بقى بتخليها تشحن على بعد، مش هتضطر تحط الموبايل على الباد على طول. يعني كان في ناس برضو بتعاني ان الموبايل لو كان جه يمين شويه او شمال شويه ما بيبداش يشحن، فديت اصلا بتشحن من على بعد، يعني مش لازم تكون حاطط الموبايل عليها. في المستقبل هيكون متوفر في البيت كله، بحيث انك اول ما تخش بيتك او اوضتك الموبايل يبدا يشحن، وعمرك مثلا ما هتصحى وتلاقيه فاصل شحن او انك نسيت تشحنه قبل ما تنام. بس برضو كل ديت لسه حاجات مش اكيده، والناس كلها لسه بتلجا لابسط الحلول وهي الباور بانكس، التهمه اللي بتشيلها في جيبك ديت الكبير قوي اللي بتشحن لك الموبايل. كمان حاجه جديده، في حاجه اسمها خاصيه الريفرس تشارج، انك ممكن تحول موبايلك لباور بانك. ازاي؟ انك مثلا موبايل لو الموبايلات اللي هي مساحتها كبيره سعه بطاريتها كبيره 5000 ولا 4000 ممكن توصلها باستخدام الاو تي جي، وصله الاو تي جي وتوصلها بموبايل تاني ويبدا يشحنه لك. وانا شايف ان اخره التطور دوت في المستقبل مش هيكون في اي قلق من ناحيه الموبايلات خالص، ولا من ناحيه الباتري درين ولا السخونيه ولا الانفجارات ولا التجديره جنب الشاحن، وان الباتري دي هتكون اخر حاجه هتبص عليها وانت بتشتري موبايل. بس كده، لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديو التطورات بتاعت الفينجر برينت هتلاقيه ظهر لك دلوقتي على الشاشه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لو عجبك، وتقول لي رايك في الكومنتات. سلام.